الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الأسئلة، في تنبيهات مهمة جدا ينبه عليها المسلمون. التنبيه الأول هو مسألة منع الوزير، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، لإقامة الصلوات بالنسبة للجمعة والجماعة في المساجد. وبينا أنه ده قرار صائب، لأنه بتسند الأدلة الشرعية كلها، وبينا الكلام ده. لكن ده رطمن المسلمين، والزول اللي بيسمع هذا القرار الصائب ويصلي في بيته، أنه إن شاء الله أجره كامل طالما هو كان بيصلي في الجماعة. لأنه القاعدة أن الزول المواظب على صلاة الجماعة في المسجد ومنع العذر الشرعي من الاتيان إلى المسجد، وده من الأعذار الشرعية الحاصلة الليلة ده، فبيكون أجره كامل كأنه صلى في المسجد. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فدي أعذار، فربنا بيكتب لك الشيء كنت بتعمله. وأيضا الدليل الثاني اللي بيطمن جميع المسلمين المواظبين على الصلوات في المساجد إنه أجرهم حيكون نفسي أجر الجماعة، قوله عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة رجالا ما سلكتم وما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا وكانوا معكم شاركوكم في الأجر. حبسهم العذر، حبسهم العذر، قال شاركوكم في الأجر بالنية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث. فيصلوا في بيتهم. التنبيه الثاني المهم جدا جدا بالنسبة لصلاة الجمعة: طالما منعت من أنك تصليها في المسجد بالنسبة للوبا الحاصل ده، والوبا ده وبا خطير جدا يا جماعة، نسأل الله يرفعه، الناس ما يستهتروا به، ده وبا خطير وبيكون سبب في موت الإنسان إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى شيئا آخر، فالإنسان ما يستهتر به. ومن السنة الإنسان يتخذ الحيطة والحذر ويأخذ أسباب العلاج وأسباب الوقاية. فالمهم الزول طالما الجمعة ما حتمشي في المسجد، ما تصليها في البيت جمعة ركعتين، ده التنبيه الثاني. تصليها ظهر أربع ركعات، تصليها ظهر أربع ركعات. ولا يجوز لبرضو ناس يقولوا نعمل جمعة في البيت، يجيبوا إمام يخطب، أو يتقفلوا في الصيلون يجيبوا إمام يخطب، ده كله ما بيجوز. يصلوها في البيت ظهر أربع ركعات، ده تنبيه مهم جدا جدا جدا. والتنبيه الثالث وهو مهم جدا، وده التنبيه الأخير: طالما بقيت تصلي في البيت وانت قبيل مواظب على صلاة الجماعة، ما تأخر الصلاة. لأنه في ناس الواحد لما خلاص يرجع يصلي في البيت بيقوم بأخر الصلاة، يصلي الصبح بعد شروق الشمس، أو يصلي الظهر مع العصر، أو يلخبط الصلاة، ده كله ما بيجوز. ربنا سبحانه وتعالى قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الأسئلة، بيسأل أحد الإخوة، قال السؤال: طبعا في ظل هذه الظروف التي منعت فيها الدولة جميع الصلوات في المساجد، ومقبل علينا رمضان والسودانيين من العادة بيفطروا برا الشارع في جماعة، هل هذا يدخل في الحظر؟ وهل الجمعة غدا خاشة في الحظر؟ بارك الله فيك. بالنسبة للإفطار، وإذا كان منع التجمع لصلاة الجماعة اللي هي الواجبة، فكيف الإفطار وجمع الناس في إفطار؟ يعني أمر هو إن شاء الله طيب، لكن ما بيصل حد الوجوب ولا بيصل مكان صلاة الجماعة. فطالما ديك منع دي من باب أولى، لأن جماعة المرض أصلا بينتقل بسبب التجمعات، بسبب التجمعات. فالإنسان ما يكون داري يعمل له خير ويطلع فطوره برا ويأكل المساكين، فيكون سبب في الشر وانتقال الوباء. فالناس يمتنع من هذا، وإن شاء الله أجرك عند الله سبحانه وتعالى.
قال قرأت في كتاب البداية والنهاية لابن كثير في فصل اللوح المحفوظ: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه في كل يوم 60 و300 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذيل ويفعل ما يشاء. فهل المقصود أنه يمكن أن يتغير قدرك بمشيئة الله في هذه 360 لحظة؟ الحديث الله أعلم بصحته، أنا ما أدري صحته، لكن السؤال هل ممكن يتغير قدر الإنسان بمشيئة الله؟ في أشياء يا جماعة يعني ممكن تتغير، لكن قبل ما نقولها لازم تفهم حاجة، إنه في التقدير الأزلي وهو المكتوب في اللوح المحفوظ، وفي تقدير نوع تاني تقدير عمري وهو الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يكون نطفة في 120 يوم، ثم يكون علاقة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك بعد 120 يوم، يعني بعد 4 شهور وهو في بطن أمه الجنين، فيؤمر بكتب 4: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، وفي رواية خلقه. ده اسمه التقدير العمري، يكتب في بطن أمك. النوع الثالث التقدير السنوي، التقدير السنوي، وده بيكون في ليلة القدر من كل عام، فيها يفرق كل أمر حكيم كما قال الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قالوا التقدير اليومي، فدي 4 أنواع. فالذي في اللوح المحفوظ هو عند الله سبحانه وتعالى ولا يطلع عليه أحد، وهو الذي قال الله عنه: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فأم الكتاب يعني اللوح المحفوظ ده عند الله سبحانه وتعالى. لكن باقي التقادير زي مثلا التقدير السنوي، مثلا في كل سنة في ليلة القدر ربنا يكتب أرزاق وآجال وأعمال العباد في هذه السنة، ففي أعمال بتكون سبب في تغيير بعض هذه التقادير، زي التقدير السنوي مثلا أو التقدير اليومي وكذا، زي مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فالعلماء قالوا إما زيادة العمر هنا وزيادة الرزق بتكون بالبركة، لكن عمرك زي ما هو ما بزيد ورزقك زي ما هو ما بزيد، لكن بالبركة في العمر القليل يعني تعمل العمل الصالح الكثير، وكذلك الرزق المحدود يكون أنت موفق فيه وتنجز وينفعك الله سبحانه وتعالى به. وبعضهم قال الملائكة تكتب، يأمرها الله سبحانه وتعالى أن تكتب في غير التقدير الأزلي، في غير اللوح المحفوظ، أن تكتب كتابة معلقة. يعني مثلا الملك يقول لما يرسل إلى بطن الأم للجنين في بطن الأم يكتب إنه فلان عمره 56 سنة، ولو وصل أرحامه حيكون عمره 60 سنة مثلا، وربنا يعلم إنه حيصل ولا ما حيصل، لكن الملائكة ما يعلمه لأنه ده غيب. ويكون ربنا كاتب في اللوح المحفوظ عنده إنه فلان ده عمره 60 سنة، لأن ربنا يعلم إنه حيصل أرحامه، لكن الملك يكتب إنه عمره 56، ولو وصل حيكون عمره 60، وهناك في اللوح المحفوظ مكتوب 60، فلما يصل فربنا سبحانه وتعالى يعني يجعل عمره 60 سنة مما يوافق ما كتب في اللوح المحفوظ. طيب، السؤال قال: كم مقدار الطعام الذي يخرجه الشخص المريض مرض مزمن لا يستطيع الصوم؟ يخرج إذا كان داير من الدقيق يخرج 1.5 كيلو من القمح عن كل يوم لكل مسكين، أو يكون طعام مطبوخ. طعام شنو؟ مطبوخ يعني قدر وجبة عن كل يوم للمسكين.
سؤال قال: كيف الجمع بين حديث تسمع وتطيع للأمير وإن أخذ مالك وحديث من قتل دون مالي فهو شهيد؟ هل هذا من قبيل العام الذي يدخله التخصيص؟ حديث من قتل دون ماله فهو شهيد، هذا في غير الحاكم، هذا في غير شنو يا جماعة؟ في غير الحاكم، لأن الحاكم ما بتقاتله ولا بتخرج عليه، حتى لو أخذ مالك أو جلد ظهرك، كما روى مسلم في الصحيح من رواية حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع للأمير، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. طيب، أما حديث من قتل دون مال فهو شهيد، في غير شنو يا جماعة؟ في غير الحاكم. يعني إذا جاء إنسان لص دار يأخذ مالك، ما تدي مالك، لأنه الحديث ذاته جاء كده فيه قصة. الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت يا رسول الله إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: فاستعن عليه بالسلطان، يعني بالحاكم، يعني ده أصلا جاء في غير الحاكم. قال: أرأيت إن ناء السلطان، هو عند أبي داود وصححه الألباني، أرأيت إن ناء السلطان؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. طيب، وهنا تنبيه مهم جدا يا جماعة، اليوم دي شايف فيه مظاهرات قائمة بالذات الليلة ويمكن قبل يومين أو كده، والليلة برضو. والله يا جماعة باختصار شديد، المظاهرات دي ما تزيدكم إلا سوء وبلا زيادة، ما تزيدكم إلا سوء وبلا زيادة. وكلمنا الناس الكلام ده مرارا وتكرارا، وبعض الناس اتهمون اتهامات، قالوا انتوا تابعين للجهة الفلانية، وانتوا تابعين للحكومة الفلانية، وانتوا تابعين للناس فلان، وده كله كذب. نحن ما تابعين لأي زول ولا لأي حزب، تابعين للكتاب القرآن ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام بفهم الصحابة، بس ده موضوعنا كله. والناس طلعت قبل كده، وفي النهاية الحال ازداد يا جماعة سوء زيادة، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وما صدقوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أخي حديث واحد والله يكفيكم من الجوطة دي كلها. رواه البخاري أن الناس جاءوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وشكوا إليه ظلم الحجاج ابن يوسف، ابن يوسف الثقفي، فقال لهم أنس رضي الله عنه، شوف العلم ده كيف، قال لهم: اصبروا، ما تخرجوا عليه، اصبروا، فلن يأتي زمان على الناس إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وده الحاصل ولا ما الحاصل؟ في جميع البلدان، جميع البلدان الإسلامية، كل الناس الخرجوا في النهاية حال ما ازداد إلا سوء. والبيحرشوا الناس إنه يخرجوا ديل، بيحرشوهم يخرجوا، وهم بيجيبوا وراء الناس اللي يموتوا ويكتلوهم، والحرشوهم السياسيين وناس المعارضة وغيرهم لابدين وراء. لو ديل نجحوا يجوا قدام يقولوا نجحت الثورة وأنا الحاكم، ويمسكوا الحكومة. شوف الإجرام وشوف الشغل بتاع الكذب والنفاق ده كيف. وبعد الشعوب إلا من رحم الله ما قدرت تتعص لا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بالتجارب اللي هم خاضوها بيدينهم، كما قال المثل: يداك أوكت وفوك نفخ. طيب التغيير كيف يا مولانا؟ التغيير غيروا نفسكم أول شيء، عشان الله يغير لكم وضعكم ويغير لكم اقتصادكم من الأسوأ للأحسن. ربنا قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. غيروا ما بأنفسكم، أنفسكم. إذا كان لسه الليلة ناس يعتقدوا في البرع إنه بينفع بضر وبدي الجنة، وناس يعتقدوا في الكباشي إنه بينفع بضر، وناس يعتقدوا في صايم ديمة، وناس يعتقدوا في مين، يا ناس يعتقدوا في الله سبحانه وتعالى. وحدوا الله وشوفوا ربنا بسوي لكم شنو. ربنا قال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ما تسمعوا كلام المجارمة من شيوخ الضلال زي ناس عبد الحي يوسف ومين مهرم ماهر والددو وغيره من المبتدع والضلال الدارين، هم ذاتهم يحكموا يطلعوك
مظاهرات عشان يقتلوك، عشان هو يجي يحكم بعدين يجي لابس بدله يقول لا نجحت الثوره ويقعد يضحك. عرفت يا ناس؟ اتقوا الله، اتقوا الله في عباد الله سبحانه وتعالى، ويطلوا معاهم نساوين وبنات واختلاط، وده كله حرام. والكلام ده الحمد لله ده منهجنا ثابت، لاحظوا انه ما تغير ابدا. لو كان منهجنا مع حكومه معينه فاتت ولا جات كان يتغير، لكن نفس الكلام، حكومات تفوت وتجي، تتغير وتجي، تفوت وتجي، وكلامنا واحد. ليه؟ لانه كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. يبقى ده ما كلام سياسي، والحمد لله ثبت للناس انه ده ما موقف سياسي، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. وبنقوله جوا عن اي اخو مسلم خارجي، كان مهران ولا سجمان ولا عبد الحي ولا غيره من المجارمه الدايرين البلد دي تجود عشان هم يحكموا او حزبهم يحكم. يا ناس اتقوا الله في المسلمين يا اخي، دماء سالت، دماء سالت عشان انت تجي تحكم، عشان انت يا رخيص يا دنيء يا سيء عشان تجي تحكم انت. حتى طلع منهم شيخ في سوريا ولا وين قال انا ما عندي مشكله يموت 3 مليون مسلم حتى تنجح الثوره، عشان تحكم انت يموتوا 3 مليون مسلم، اطفال بنات اغتصبوا في العالم الاسلامي بسبب الهوس اللي اسمه الربيع العربي، اخر العالم الاسلامي لورا سنين لورا، كله كسر العالم الاسلامي كله دمره. شوف سوريا، شوف ليبيا، شوف غيرها كلها دمرت، شوف الحاله اللي وصلوا لها الناس الليله، كان نحن ولا غيرنا؟ ده ما بيعوزكم الكلام ده، انتم ما شايفينه؟ يا ناس ما تخلوا الهوس ده، صلحوا نفسكم وارجعوا لله، الله اللي بيصلح، ما ترجع لك رزق من حكومه ولا رزق من وزير ولا من حاكم، الرزق عند الله، اذا وحدتوا الله الله بيرزقكم، ده خلاصه الموضوع، ما تضيعوا زمنكم ساكت. قال نريد حلقه منفصله تخصص للمؤامره على مناهج التعليم من القراية وبقية الشيوعيين والجمهوريين والعلمانيين، علما بأنهم شرعوا في تنفيذ المخطط الخبيث، جزاك الله خير. طبعا تكلمنا في الموضوع ده كثير، والحمد لله الناس كلها وضح لها، حتى قبيل القراية لما كان عنده حلقة كده فيديو بيتكلم، الناس تيجي في التعليقات كلهم بينبزوا، كل الشعب السوداني بينبزوا، لأنه زول قال ما دار القرآن، قال ما دار القرآن في المغرر بتاع الروضة، قال بس يكون رئيس وأناشد ثورة وغيره، زول معادي للإسلام، معادي للقرآن، معادي للدين الإسلامي، فده ربنا سبحانه وتعالى بيصلت له ناس يردوا عليه، والحمد لله كل الناس يمكن الشعب السوداني عرفوا المخطط بتاعه، وإن شاء الله ما حينجح، لأنه زول دار يحارب الله ما بيقدر. داري حارب الله ما بيقدر، ودي رسالة للقراي والجماعة الواقفين معه، ما بتقدر بإذن الله سبحانه وتعالى. الدين ده منصور، الرسول عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده قال ليدخلن هذا لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. فدي بشارة للمسلمين وحسرة وندامة للقراي وأي زول واقف معاه لتعطيل القرآن ومحو القرآن من صدور الطلاب. نسأل الله أن يخزي القراي ومن معه من الملاحدة الذين لا يريدون كتاب الله ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول سائلة أهل زوجي ما بيحبوا النقاب وبيقولوا لي كل المنقبات مجرمات وما ماشيين في الطريق الصح، وكل ما أتكلم معهم يقول الدين في القلب، أنا زي ديل بيجوز لي إنه أسكت ولا أناغشهم؟ هم بيعتقدوا إن الإيمان في القلب. الإيمان في القلب، ولكن القلب إذا صلح بالإيمان صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. فإذا في إنسان ظاهره فاسد ده دليل على أنه قلبه فاسد، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فصلاح الجسد وفساد الجسد علامة على صلاح القلب وفساد القلب. إذا كان البر أعمال الجوارح فاسدة، زول مشرك بالله، يستغيث بالموتى، يتبرك بتراب القبب،
لابس له تميمة أو حجاب، يسب الدين، ما بيصلي، أخلاقه سيئة، لا يمكن يقول أنا قلبي نظيف وطبعا لكن أنا ما بصلي أو أنا كافر، لا يمكن، لأنه صلاح البر يدل على صلاح الجوة فيما يحسب ويظن، ودي قاعدة ثابتة. عشان كده أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالأخذ بشنو؟ بالظاهر، والإسلام كله بيأخذ بشنو؟ بالظاهر، لأن احنا قلبك ما بنعرف فيه شنو، عشان كده أمرنا بالأخذ بالظاهر، دي قاعدة باطلة ذاتها. النقطة الثانية قالت ما بيحبوا النقاب وبيقولوا كل المنقبات مجرمات. النقاب اللي هو الحجاب للمرأة كامل تغطي الجسد كاملا بما فيها الوجه والكفين، ده دين نزل من السماء، ربنا قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. في الآية دي لما نزلت سيدة عائشة قالت عنها، قالت أول ما قراها النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة وفهم لهم، كل واحد رجع لزوجته وأمه وبنته وكده، وأمرهم بالحجاب الكامل، قالت اتحجبوا وجابوا المروط حقتهم واختمرنا بها، واختمرت اختمرنا يعني تغطينا بها، فلما أقول لك خمرت وجهي يعني غطيت وجهي، فاختمروا بها جسمهم كله وخرجوا وكأن على رؤوسهن الغربان. وربنا قال، لأنه بعض الناس يقول لك ده خاص بزوجات الرسول بس، النقاب والحجاب وكده يعني تغطي الوجه والكفين. طيب ربنا جاب زوجات الرسول وجاب نساء المؤمنين، نساء احنا في آية واحدة وكلهم أمرهم بالحجاب بآية واحدة بهو العطف. قال يا أيها النبي قل لأزواجك، دل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ها بس خاص بزوجات الرسول، ربنا قال ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني من فوق لتحت مرة واحدة تتغطى كامل، ما في شيء يصهر منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة عورة، رواه الإمام أحمد بسند صحيح، ما استثنى شيء، كل عورة. أما حديث أسماء المرأة إذا بلغت المحيض ما يظهر منها الوجه والكفين ضعيف، حديث ما صحيح لا تقوم به الحجة. يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فأنت أنصحي المحارم بتعنك وتكلم معاهم بالدين وبالكتاب والسنة وبالكلام الطيب والحكمة، إذا أبوا يختنوا وخليهم، أنت اتمسكي بالحجاب، لأن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فأنت بتنصحي وتوعظي إذا ما اهتدوا وضلوا انت ما بيضرك، انت التزمي بالحجاب، ولا يجوز لك تطيع الى امر زوجك لا ابوك لا امك في ترك الحجاب، لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ايوه الان كمان الناس اللي بيقولوا ما في نقاب، والنسوان اللي بيقولوا ان النقاب ده والله بيضايق لي نفسي، والدكتور قال لي بيعمل لك وجع عيون، الان لابسات كمامات لانه خايفات من الكورونا. طيب ما تلبس النقاب خوفا من النار، ألبس النقاب خوفا من النار، بل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. طيب قال هل تجوز صلاة التراويح للفرد؟ نعم تجوز صلاة التراويح للفرد، يصليها براو بنفس الطريقة بالجوز. وطبعا في تنبيه في مساجد بذات الصوفية طبعا بيجيبوا دين من راسهم براهم جديد كرت، ما قالوا ربنا ولا قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام، تبقى يصلي في مسجد يعني قبل الحظر ده في التراويح بين كل أربع ركعات يقولوا لك، واحدين يقولوا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس الآية، مع بعض جماعي، ده منو اللي قالوا بآية، لكن منو قال بيقرأها في التراويح بين الأربع ركعات، واحدين يقول لك الإخلاص ثلاث مرات، واحدين يقول لك لا المعوذتين، يعني كل شوف ذاتهم ما متفقين في البدعة، مش القرآن والبدعة، قرايته في الحتة دي البدعة، ده ما محله هنا، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ما شرع الكلام ده بين التراويح، وسمى تراويح لأنه كان بيرتاح بين الأربع ركعات وما في ذكر معين بيقوله، بيرتاحوا بس، عشان كده سموها تراويح لطول قيامها، وكانوا بيرتاحوا بين الأربع ركعات. أيوة أيوة برضو في دعاءات كمان ديل بتاعين أنصار السنة هم في الغالب بيقوم يتكلموا بين أربع ركعات، يقول لك ده نعمل درس، يقول لك لأنه لو عملته بعد الوتر الجماعة فوتوا، قلت ده أنت بالرجالة يعني دار تعلمهم بالرجالة يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن مسعود
قال كان يتخولنا بالموعظة، يتخولنا يعني مرة مرة، كراهة السآمة علينا. ده الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام أفضل الكلام وأجمل الكلام وأحسن الكلام، عرفته، وكامل الإخلاص والتوحيد. ما هذا قال مرة مرة، ما طوالي انت رأيت جد الناس وتحبسهم تقول عشان ما يفوتوا خلوني، انت تعمل لهم شنو؟ فده ما بجوز ولا من السنة أصلا، لأنه زي ما بينا أنه سمي التراويح لأنه كان بيرتاحوا، ما كانوا الصحابة بين الركعات بيعملوا أي موعظة، ولا كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيعمل موعظة بين الركعات. طيب قال بسأل عن قراءة القرآن بدون وضوء وحمل القرآن في صلاة التراويح للقراءة منه لعدم الحفظ. ده سؤالين. قراءة القرآن إذا كان من المصحف، يعني إذا تمسك المصحف وتقرأ بيدك، اتوضأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا فيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وده صحيح الحديث، صح الألباني رحمه الله تعالى. فدر تمس المصحف وتقرأ منه أنت ماسكه إلا تكون متوضي. أما در تقرأ من راسك من حفظك بدون ما تمسك المصحف، يجوز تقرأ من راسك حتى لو أنت شنو ما متوضي. أما الجنب، الزول على جنابة من احتلام أو من جماع زوجته، ده ما يجوز يقرأ القرآن لا من راسه ولا من شنو المصحف لحد ما يغتسل ويتطهر. أما حمل المصحف في التراويح للقراءة منه لعدم الحفظ، العلماء قالوا الأفضل الإنسان يقرأ من حفظه. ليه؟ قالوا لأنه أخشع وأقرب للخشوع والاطمئنان. لكن ما تكون شايل حاجة حتى ولو المصحف شوية بتنشغل بحمله ووضعه وكده. فأفضل تقرأ من حفظك إذا كان عندك شيء من القرآن أنت حافظه. وما شرط يا جماعة زول يقرأ كثير، ممكن تقرأ آيات معينة إذا بتصلي براك وتتأمل فيها وكده، زي ما صح عن السيدة عائشة إنها قامت ليلة كاملة بآية واحدة ترددها وتبكي. أما إذا احتاج الإنسان أنه يحمل المصحف عشان يقرأ منه فلا بأس من ذلك، كما ورد أن عائشة رضي الله عنها كان لها غلام يأمها بالمصحف ويقرأ منه، أو كما روي. أما المأموم اللي بيكون وراء الإمام يمسك مصحف، ده ما صحيح، زي ما بيعملوا الآن تلقى الصف كله شايل المصاحف، ده ما صحيح، هذا غير صحيح. ممكن واحد، قالوا العلماء واحد عشان أصلح الإمام، لو ما فيهم زول حافظ، لو في زول حافظ ما يشيلوا مصحف ولا واحد، لو ما في الزول وراء الإمام ده يكون شايل مصحف واحد عشان أصلحه، بالذات الناس اللي بيقروا بالجزء وكده. لكن الآن يعني حتكون الصلاة في البيت وزول يصلي في بيته، ممكن يصلي مع أهله مع زوجته مع أولاده، لكن ما يجتمعوا في بيوت يلموا الناس ويعملوا جماعات جوا البيوت، لأنه ده برضو يكون سبب لنقل هذا الفيروس. نسأل الله سبحانه وتعالى يرفعنا المسلمين. طيب هل يجوز أن أقول لأحد كافر إن رأيت عليه كفر، يعني يدعو غير الله وهو يعلم أن دعاء غير الله لا يجوز وجزاك الله خير؟ أول حاجة التكفير ليس لنا، وإنما التكفير للعلماء، دي أول مسألة الناس يعرفوها. أنا يا جماعة كونك تكفر إنسان وتخرج من الدين ده عمل خطير وكبير ما صغير، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ورمي مسلم بكفر فهو كقتله. لو قلت هذول يا كافر زي اللي قتلته متعمد، قتلت مسلم كمان خلاص، وقتل العمد جريمة كبيرة من كبائر الذنوب العظيمة جدا. فما تقول لزول يا كافر، ده للعلماء، ما تشغل نفسك بأنه تكفر فلان ولا ما تكفر فلان، انت اتعلم اتعلم. ثم المسألة الثانية، ما أي إنسان وقع في كفر يعتبر هو كافر. ليه؟ لأنه يا جماعة حتى الإنسان بعد ما يقع في أمر مكفر لا يكفر هو إلا إذا توفرت فيه شروط وانتفت عنه موانع، وهذه لا يعرفها إلا العلماء. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.